متابع بنكير في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وجولة إخبارية جديدة سنتابع فيها آخر المستجدات في القطاع الاقتصادي وكل ما هو جديد في عالم الأسواق. والبداية دائما بالعناوين. المركزي يعلن تراجع التضخم إلى 40.4% في أغسطس 2023. بانخفاض 14.8% تراجع واردات مصر البترولية ل 6.1 مليار دولار بالنصف الأول من 2023. اتصالات مصر، نتوقع قرارا من تنظيم الاتصالات بشأن رفع الأسعار بنهاية 2023. الضرائب توضح مزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. بانكير، نبض البنوك. سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي معدلا شهريا بلغ 3.1% في أغسطس 2023 مقابل معدلا شهريا بلغ 6.1% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 1.3% في يوليو 2023. وقال البنك المركزي في تقرير له عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.4% في أغسطس 2023 مقابل 40.7% في يوليو 2023. وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدلا شهريا بلغ 1.6% في أغسطس 2023 مقابل معدلا بلغ 9.1% في ذات الشهر من العام السابق. وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 37.4% في أغسطس 2023 مقابل 36.5% في يوليو 2023. تراجعت جملة واردات قطاع البترول من الوقود خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي إلى نحو 6.13 مليار دولار مقابل 7.20 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 بمعدل تراجع وصل إلى 14.8%. وتراجعت قيمة واردات البترول الخام إلى 1.1 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وبالنسبة للمنتجات البترولية فقد وصل إجمالي قيمة الواردات إلى 3.3 مليار دولار خلال يناير إلى يونيو مقابل 3.4 مليار دولار في يناير إلى يونيو 2022. وبخصوص الغاز الطبيعي فقد وصلت إجمالي قيمة الواردات حوالي 1.2 مليار دولار مقارنة بنحو 937 مليون دولار خلال فترة المقارنة. أما الفحم بأنواعه فقد وصلت إجمالي وارداته حوالي 379 مليون دولار مقارنة بنحو 335 مليون دولار. وأعلنت وزارة البترول أواخر ديسمبر الماضي أنه تم إنتاج نحو 50.6 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال عام 2022، وحققت مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز وصل إلى 8 مليون طن في 2022. قال أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات مصر من وي أند أن الشركة تقدمت بطلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار خدمات المحمول سواء خدمات صوتية أو إنترنت. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي للشركة عقد أمس أن الشركة تتوقع صدور قرار تنظيم الاتصالات حول أسعار خدمات الاتصالات قبل نهاية العام الجاري، وأكد في الوقت ذاته أن الزيادة قد لا تكون كبيرة أو توازي نسبة التضخم الحالية. وكانت شركات الاتصالات الأربعة تقدمت بمقترحات لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار خدمات الاتصالات مطلع العام الجاري، وعقد الجهاز اجتماعات منفردة مع كل شركة من الشركات الأربعة دون أن يعلن عن قراره حول الأسعار. أكد الدكتور فايز الضبعاني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمية. وبحسب بيان من الضرائب اليوم الأحد من أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية والإعفاء
من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط. وأوضح الدكتور فايز الضبعاني أن الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 190 لسنة 2005 وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادرة بالقانون. وإلى هنا انتهت نشرتنا الإخبارية. أنا أشرقت أشرف وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.